تقول دقيقة يا نمهر، تقول اعتذر لك، اعتذر لك ليش؟ خلاص خلاص قفل الموضوع. لا بالله انت تقول اعتذر لك على ايش بالضبط؟ اعتذر لك علمني. والله احسن لي اني اقفل حسابي واقفل كل شيء، احسن لي واغير رقمي واغير كل شيء. طيب دقيقة دقيقة، مو انت؟ طيب اسمع اسمع، الحين اللي يجونك اللي تقول انت اللي يجونك يقولون انت تمحلنا او انت ممحون، يعني تقدر تزلبهم صح؟ تقدر تقول ما ترد عليهم صح؟ صح، لكن انت يجيك فضول الا ترد. اذا انت قلت تبغاني اعتذر لك وتبغى تخرفني ليه؟ وش اللي غبنك تدري يعني؟ يا ايش فيك من غبن؟ طنبك قسم بالله انك يعني خربت حياتي بالكامل، يعني خربت حياتك بيش؟ حتى لو اطلع يعرفوني. طيب انا وش دخلني؟ مو انت اللي سويت زي كذا، ضربتك انا على يدك قلت اطلع، ولا انت اللي راضي طلعت معي بث، وانت اللي قلت نزل صورتي، وانت اللي وجيت قلت يا طنبق احذف البث وحذفته، واحذف صورتي وحذفت صورتك. طيب وش تبغى بعد؟ وما قصر معاك ولا شر لك، وتجي تقول بتخرفنا. انت شايف ما اظن سويتك شيء، انا متابعين هذا عاد، متابعين يجون يزجونك زلبهم. فيصل جو لينحار، تتخيل في الندوة جو لينحار تبغى يخطفونه، جاء عندي يبكي يحذف المقطع، اعطيت هادي ثاني وخلاص الولد مشى. كل الجازين يا قليل الخاتم يا قليل الدين، اللي ما تخاف ربك. أبشر أبوك. متى ذحين دخل عليك؟ إيه. وش اسم اللعبة؟ فورتنايت. فورتنايت؟ إيه. لا لا ما عليك فيه ولا يفجر ولا شيء، احذف اللعبة وخلاص. خلاص يا جوانا خلاص. خلاص خلاص. قفل. خلاص اترك. وش يقول افجر ابوك؟ إيه. متى ذا الحين؟ إيه سوى. خلاص ما عليك فيه ما عليك فيه. بسم الله الرحمن وما عليك. قال لك يا حمودي؟ وقال لي بس عندك جوال عشان اخذ واتسابك نتعرف عليك، بس قلت انا ما عنده، بس قال لي طيب والله لا تفجر ابوك. متى ذا الحين؟ ايه. شو اسم اللعبة؟ فورتنايت. فورتنايت؟ ايه. لا حول ولا قوة إلا بالله. ضجت مواقع التواصل الاجتماعي بقضية الشاب المدعو طنبق، والذي يقوم باستدراج الأطفال واستغلالهم عبر ألعاب البلاي ستيشن وخاصة لعبة فورتنايت، حيث يقوم هذا الشاب أولا بمساعدة الأطفال المبتدئين بتجاوز بعض مراحل اللعبة المشهورة، ويقوم بإعطائهم النصائح الهامة في كيفية جمع العديد من النقاط لشراء الأسلحة الغير مجانية، ومن ثم وبعد أن تم له اصطياد عقول الضحايا يقوم بابتزازهم وتهديدهم بحذف نقاطهم واختراق ملفاتهم إذا لم يقوموا بتنفيذ أوامره، ويرغم هذا التافه ضحاياه على أخذ صور وفيديوهات في أوضاع مخلة والعياذ بالله، ومن ثم يقوم هذا السفيه بإرسال تلك الصور والفيديوهات إلى القروبات وبقية أفراد عصابته المكونة من 30 شخصا جلهم مقيمين في جدة والرياض، وقد تم القبض ولله الحمد على هذا الشيطان يومنا هذا بعد توجيهات النائب العام. في الأخير نصيحتي لأولياء الأمور أن يحرصوا تمام الحرص على مراقبة ومتابعة نشاطات أبنائهم على الألعاب الإلكترونية التي يقومون بمزاولتها، كي لا يكونوا عرضة للابتزاز والاستغلال الجنسي.